حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إعجاز أقصر سورة في القرآن الكريم. الحقيقة بعض الملحدين بدأ يشكك بأنه يمكن لأي إنسان أن يأتي بسورة مثل القرآن، وبخاصة السور القصيرة. وللأسف عرضوا بعض السور أو يعني المقطوعات المؤلفة أو بعض الجمل، سموها السور شبيهة بالقرآن، وقالوا هذه سور مثل القرآن، أثبتوا لنا ما هي ميزات السور التي لديكم. أنتم لديكم سور تدعون أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. طيب، ما الذي تقدمونه من إعجاز حول أقصر سورة مثلا، إن أعطيناك الكوثر؟ أيها الأحبة، أنا أعرض اليوم من خلال برنامج إحصاء القرآن سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 10 كلمات، أقصر سورة في القرآن، 42 حرفا. طيب، قد يأتي إنسان، وبالفعل جاء الكثير، وألفوا جملا شبيهة وقالوا هذا مثل هذا، وبعضهم بالغ وقال يعني أنا أجد أن بعض أبيات الشعر أكثر بلاغة من هذه السورة. طيب، الله تبارك وتعالى يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله، لماذا قال من مثله؟ يعني القرآن سورة الكوثر فيها إعجاز لغوي وإعجاز بياني وإعجاز تشريعي وإعجاز علمي وإعجاز رقمي. أي نوع من أنواع الإعجاز تختاره لا تستطيع أن تأتي بمثله. اليوم أنا سأتأمل فقط أيها الأحبة إعجاز رقمي وإعجاز في نوعية كلمات هذه السورة، اختيار نوعية الكلمات. انظروا أيها الأحبة، أنا لدي هنا في البرنامج ميزة هنا أحبتي في الله. البرنامج يعطيني هنا في هذا الخيار هنا إحصاء الكلمات التي تتميز بها الآيات المحددة عن باقي آيات الجدول. أنا هنا عرضت كما ترون، عرضت القرآن الكريم كاملا هنا في الجدول. البرنامج يقارن كلمات هذه الآية مثلا التي حددتها أنا مع كل آيات القرآن، فإذا وجد كلمات جديدة في هذه الآية غير موجودة في كل القرآن يخرجها. سأعيد أيها الأحبة، هذه ميزة الحقيقة ينفرد بها هذا البرنامج. أنا لدي في القرآن 6236 آية، إذن 6236 آية، وعدد السور 114، وكلمات القرآن حسب هذا البرنامج حسب القواعد التي وضعناها 77432 كلمة. طبعا عدد الحروف هنا 326159 حسب الرسم العثماني الموجود بين أيدينا اليوم. طيب، أنا أريد أن أثبت أن هناك إعجازا في كل آية من آيات هذه السورة القصيرة، مع العلم أن هذه السورة موجودة في آخر القرآن. يعني من الطبيعي أن نجد مثلا هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، أن نجد كلماتها هذه تكررت فيما قبل. يعني أنت عندما تكتب كتاب ضخم مثل القرآن لابد أنك استخدمت هذه الكلمة أو هذه الكلمة في آية أخرى. طيب،
الآية الثانية فصلي لربك وانحر، أيضا لابد أن هذه الكلمات مستخدمة من قبل، لأن هذه الآية جاءت في آخر القرآن تقريبا، رقمها 108، يعني آخر صفحتين من القرآن. فمن الصعب أن تعثر على كلمة جديدة لم تستخدم من قبل. انظروا المفاجأة أيها الأحبة، أنا سأبحث في هذه الآية عن الكلمات التي تنفرد بها هذه الآية عن القرآن كله. انظروا، سأختار هنا من البرنامج إحصاء الكلمات التي تتميز بها هذه الآية وأضغط هنا، ماذا خرج لي؟ كلمتين. الكلمة الأولى هي أعطيناك، والكلمة الثانية هي الكوثر. في القرآن كله لا توجد إلا كلمة كوثر واحدة هنا، وكلمة أعطيناك. طبعا البرنامج يأخذ العلامات التشكيل، يعني الكلمة هذه بحرفيتها غير موجودة إلا هنا، كلمة أعطيناك حرفيا موجودة فقط في هذه الآية، وكلمة الكوثر موجودة في هذه الآية فقط، سبحان الله. طيب سؤال، قد يقول قائل هذه مصادفة، هل يمكن أن تتكرر هذه المصادفة في الآية الثانية؟ قلنا إن سورة الكوثر هي ثلاث آيات. دعوني أنتقل إلى الآية الثانية، وهي فصلي لربك وانحر. سنطلب من البرنامج أن يخرج لنا الكلمات التي تتميز بها هذه الآية عن كل القرآن. أنا أبحث على مستوى القرآن كاملا أيها الأحبة، يعني نحن هنا فصلي لربك وانحر، يعني لابد أن هذه الكلمات قد وردت يعني في القرآن، لأن القرآن كتاب كما رأينا فيه 77,432 كلمة، فلابد أن هذه الآية بما أنها جاءت في آخر القرآن لابد أن تكون مكررة. ولكن المفاجأة أننا نجد كلمات جديدة، سبحان الله. سنختار الآيات التي أو الكلمات التي تتميز بها هذه الآية، سبحان الله، الكلمات الثلاثة حسب الرسم العثماني. كلمة فصلي بهذا اللفظ لم تذكر في القرآن إلا في هذه الآية، وكلمة لربك، طبعا كلمة رب وردت، إن ربك لذو مغفرة للناس، ولكن لربك بهذا اللفظ تماما لم تذكر إلا في هذه الآية، وكلمة وانحر لم تذكر إلا في هذه الآية، سبحان الله. ثلاث كلمات يعني نسبة التميز في هذه الآية 100%، جميع كلماتها مع أنها ثلاث كلمات فقط. تصوروا أحبتي في الله، يعني نحن أمام آية تتألف من ثلاث كلمات، الكلمات الثلاثة جديدة لم تستخدم في القرآن كله، سبحان الله. طيب دعوني أنتقل للآية الثالثة وننظر هل مصادفة أم هناك نظام محكم. الآية الثالثة أيها الأحبة، إن شانئك هو الأبتر. طبعا كلمة هو وردت كثيرا في القرآن، وكلمة إن وردت، ولكن كلمة شانئك هو الأبتر قد تكون وردت في القرآن. دعوني أرى الكلمات التي تتميز بها هذه الآية، سنضغط هنا انتر، سبحان الله، كلمتان، شانئك لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه الآية، وكلمة الأبتر لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه الآية، سبحان الله. طيب يعني والله أحبتي في الله شيء عجيب، أنا لدي ثلاث آيات، كل آية فيها كلمات خاصة بها. طيب هل أخي الحبيب أيها الملحد، طبعا نحن نعتبر البشرية كلهم إخوة في الإنسانية، هل تستطيع أن تكتب كتابا ضخما مثل القرآن ثم في سورة قصيرة سطر واحد فقط في آخر الكتاب ثلاثة
جمل تأتي بها وكل جملة فيها كلمات جديدة، هذا أمر يعني يفوق طاقة البشر. من أين ستأتي بكلمات جديدة؟ يعني أنت أمام 77,000 كلمة وأكثر، كيف ستأتي باستمرار؟ لابد أن الله عندما أنزل القرآن يعلم أن هذه الكلمة ستستخدم هنا، كلمة الكوثر لن تستخدم في القرآن كله، مع العلم أنه لو كان النبي هو الذي ألف القرآن كان من الممكن أن يستخدم كلمة الكوثر في مكة، في المدينة، في مناسبات كثيرة. طب كلمة أعطيناك كان يمكن أن يستخدمها كثيرا، مثل كلمة أنزلنا ونزلنا وكذا. لماذا هذه الكلمة اختص بها هذه الآية؟ طيب كلمة لربك، لربك مع العلم أن لفظ الرب في القرآن ورد مئات المرات، اختار هذا اللفظ هنا ليميز هذه الآية، ليقول لك فأتوا بسورة من مثله. سبحان الله، هذا رقم واحد. إذا أيها الأحبة، أنا إذا حددت الآيات الثلاثة وطلبت من البرنامج أن يعطيني كل الكلمات المميزة، سنجد سبع كلمات: كلمة أعطيناك، الكوثر، فصلي لربك وانحر، شانئك الأبتر. سبع كلمات من أصل كم؟ من أصل 10 كلمات. يعني نسبة، دققوا، نسبة الكلمات الجديدة والمميزة والتي انفردت فيها هذه السورة 70%. 7/10، قلنا 7 كلمات مميزة من أصل 10، 7 × 10 يعني 70% من كلمات السورة غير مستخدمة في القرآن حسب الرسم العثماني نتحدث نحن. طيب يعني هذه معجزة يجب أن تلفت انتباهك أيها الملحد أو المشكك، لا يمكن أن تكون مصادفة. يعني هذا الجدول لا يمكن أن يكون مصادفة. سننتقل إلى الخطوة التالية أيها الأحبة. أنا هنا لدي هذه الآيات: فصلي لربك وانحر. متى يكون النحر أيها الأحبة؟ نحن نعلم أن النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد. كلمة انحر وردت مرة واحدة في القرآن هنا، لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة هنا أيها الأحبة. طيب متى يكون النحر؟ في اليوم العاشر. إذن هناك علاقة بين الرقم 10 وبين معنى الكلمة انحر. طيب هل الله عز وجل عندما ركب حروف هذه السورة راعى هذا الأمر، هذا التناسق بين اليوم العاشر وبين النحر؟ الحقيقة، أول ملاحظة، انظروا أحبتي في الله، أنك تجد، سأكبر هنا قليلا، عدد هنا أحبتي في الله، عدد الحروف المستخدمة في بناء هذه الآية 10. سبحان الله، والله يعني أنا مع أني قرأت هذه المعلومة كثيرا ولكن يقشعر الجلد منها والله أيها الأحبة، أن الله يختار بالضبط 10 أحرف بما يتناسب مع يوم النحر، والآية تتحدث عن النحر. دققوا أيها الأحبة، حرف اللام، الراء، الواو، النون، الكاف، الفاء، الصاد، الحاء، الباء، الألف، 10 أحرف كل حرف مع تكراره. أنا لدي هنا 8 أحرف تكررت مرة وحرفين اللام والراء مرتين. لا يستطيع أي إنسان أن ينكر هذه الحقيقة، لغة الأرقام تنطق، لا يستطيع أحد أن ينكرها. انظروا أيها الأحبة، استخدم الله لبناء هذه الآية بالذات 10 أحرف ليقول لك إن الذي أنزل هذا الكلام يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
طيب هنا أيها الأحبة، أنا فقط أحب أن أنتقل للمرحلة الثانية أحبتي في الله. لدي هنا ميزة جمع الحروف، تستطيع أن تجمع مثلا حروف معينة، تستطيع أن تجمع حروف معينة، ولكن هذا فيما بعد سنقوم به الآن. دعوني أعرض السورة كاملة، يعني من هنا أعرض السورة كاملة، اختيار سور. سورة الكوثر رقمها 108 هنا أيها الأحبة، 108 أختارها وأعرضها، لأعرضها على فقط على يعني صفحة واحدة. انظروا أيها الأحبة، انظروا معي ماذا فعلت أنا الآن. انظروا، البرنامج هنا يقوم بعد النقط. دعوني أعد النقط معكم، حتى النقطة لها نظام، له علاقة بالنحر وبيوم النحر، سبحان الله. إن نقطة واحدة، عدوا معي خطوة خطوة. أعطيناك، الياء نقطتين ثلاثة، والنون واحدة أربعة، إذن إن أعطيناك أربع نقاط. الكوثر ثلاث نقاط، نقاط المجموع سبعة. فصلي نقطة ثمانية. لربك تسعة، النقطة هنا رقمها تسعة. وانحر، النقطة في كلمة انحر رقمها عشرة. طيب يا أخي، أليس لك عقل تفكر فيه؟ أنا فقط أوجه هذا السؤال لمن يشكك بإعجاز القرآن. طيب، عدد النقاط التي وضعت هنا في سورة الكوثر، النقطة فوق كلمة انحر رقمها عشرة، نفس يوم النحر. طيب متى نقط المصحف؟ نقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الياء ستأخذ نقطتين، والنون ستأخذ نقطة، والثاء ثلاث نقط حتى ينضبط هذا العدد؟ طيب ماذا لو خطر على بال من نقط القرآن في ذلك الوقت أن يضع لحرف الباء مثلا نقطتين؟ سيختل هذا النظام. لاحظتم أيها الأحبة؟ معنى ذلك أن الذي أنزل هذا الكلام يعلم أنه سينقط، وسيكون رقم هذه النقطة هو عشرة. لا يستطيع البشر أن يغيروا، أو حتى تنقيط القرآن جاء بإلهام من الله عز وجل ليحقق المعادلة الرقمية والنظام أو المنظومة الرقمية التي أودعها الله في كتابه العظيم. طيب دعوني أنتقل معكم لحقيقة أخرى. أنا هنا طبعا لدي حروف هذه السورة، أنا لدي هذه السورة تتألف من 17 حرفا كما نرى أمامنا هنا. الألف 9 مرات، النون 5، اللام 4، الكاف 4، الراء 4، وهكذا. إذن كل حرف له تكرار معين كما نرى أمامنا أيها الأحبة. وهنا طبعا الحروف التي لم تذكر على اليسار، هنا هذه الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هذه 12 حرف. طبعا الهمزة إذا اعتبرناها حرفا لم تذكر أيضا. هنا لدي أنا حرف هو الراء، حرف الراء مميز هنا أيها الأحبة، حرف الراء مميز. انظروا أحبتي في الله، إن أعطيناك الكوثر تنتهي بالراء، فصلي لربك وانحر تنتهي بالراء أيضا، إن شانئك هو الأبتر تنتهي بالراء. إذن كل آيات هذه السورة تنتهي بالراء،
أنا طبعاً لو يعني كتبت معكم حروف اللغة العربية، حروف اللغة العربية، تمام؟ ألف باء تاء ثاء، واضح أيها الأحبة؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء. طبعا أنا فقط يعني أقوم بضغط هذه الحروف لتبدو على واضحة على شاشة واحدة. إذن هذه هي الحروف اللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي أو الترتيب الهجائي الذي جاء بعد النبي، ربما بمئات السنين هذا الترتيب لم يكن موجودا زمن النبي، اصطلح عليه علماء اللغة هكذا، وضعوا الحروف المتشابهة فجاء الترتيب بهذا الشكل. انظروا أيها الأحبة حرف الراء هنا كم رقمه، طبعا بعد الراء عندنا زين دال ذال راء زين سين شين إلى آخره. طيب أنا الآن لو قمت بترقيم هذه الحروف، حرف الراء كم رقمه؟ انظروا أيها الأحبة 10. يعني الترتيب حرف الراء بين حروف اللغة 10، نفس يوم النحر. لذلك اختار الله تعالى أن تنتهي آيات هذه السورة كلها بحرف الراء، سبحان الله. طيب أنا هنا يعني لدي سور في القرآن، مثلا سورة البقرة، سورة الفاتحة انتهت بقوله تعالى وللضالين حرف النون، سورة البقرة انتهت بقوله تعالى مثلا أنصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين بالنون. سورة الناس انتهت بالسين، من الجنة والناس بالسين. سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد بالدال. ولكن هناك سور في القرآن انتهت بحرف الراء، انتهت بحرف الراء. دعوني من البرنامج أحبتي في الله أعرض سور القرآن جميعا. هنا سور القرآن 114، فاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، كذا إلى آخره. طيب أنا لدي هنا إحصاء السور التي تنتهي بحرف الراء، كتبت راء هنا، وأريد أن أعلم كم سورة تنتهي بحرف الراء. سؤال، هل يمكن أن يكون له علاقة بالعدد 10؟ يعني سورة الكوثر لها علاقة وثيقة بالرقم 10، جميع آياتها تنتهي بالراء، وترتيب الراء في حروف اللغة 10، ويوم النحر هو العاشر. طيب كم سورة في القرآن جعلها الله تنتهي بحرف الراء؟ طبعا سورة الكوثر تنتهي بحرف الراء، إن شانئك هو الأبتر، تنتهي بالراء. طيب أنا سأقوم من هنا أيها الأحبة من خيار إحصاء السور، السور التي تنتهي ب، كتبت الراء هنا، أنا انظروا كتبت هنا حرف راء هنا في البحث، وسأقوم بالضغط هنا وأقول له أعطني السور التي تنتهي بحرف الراء. سنرى كم سورة في القرآن تنتهي بحرف الراء. سنضغط هنا، انظروا أيها الأحبة كم سورة، 10، سبحان الله، والله شيء مرعب، 10 سور في القرآن تنتهي بحرف الراء. طيب ما هي هذه السور؟ انظروا أيها الأحبة، أول سورة هي سورة المائدة، هذه هي، تنتهي بقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، سورة المائدة. 2، سورة الحج تنتهي فنعم المولى ونعم النصير بالراء، سبحان الله. 3، سورة لقمان تنتهي بقوله تعالى إن الله عليم خبير
بالراء. السورة التي بعدها سورة الشورى تنتهي بقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، بالراء. سورة رقم 5 سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هؤلاء المتقون، نسأل الله أن نكون منهم. سورة رقم 6 سورة الممتحنة، قد يئسوا من الآخرة، هؤلاء الملحدون قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، انتهت بالراء. سورة رقم 7 سورة القدر، وهي سورة عظيمة، سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر. سورة رقم 8 سورة العاديات، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، انتهت بالراء. سورة رقم 9 سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسورة رقم 10 هي سورة الكوثر، سبحان الله، يعني حتى سبحان الله حتى رقم السورة بين السور التي تنتهي بالراء جاء رقم سورة الكوثر هي 10. يعني لو صنفنا القرآن حسب الحرف الذي تنتهي به كل سورة سنجد أن السور التي تنتهي بالراء عددها 10، الرقم 10 منها هو سورة الكوثر. لماذا 10 أيها الأحبة؟ يوم النحر، السورة هنا تتحدث عن النحر، فصل لربك وانحر، فارتبطت بشكل مباشر مع الرقم 10 لأن يوم النحر هو اليوم العاشر، وهذا يؤكد أن يوم النحر واحد ويوم العيد واحد، وأن ركن الحج صحيح كما يؤديه الناس اليوم، ليس كما يدعي بعض الجهلاء أنه يصلح أن تقوم بالحج عبر أشهر السنة. لو كان كلامهم صحيح، دققوا أحبتي في الله، سيكون لدينا أكثر من يوم نحر، لابد أنك عندما تتم عبادة الحج تنحر. يوم النحر معروف، كيف ستنحر إذا كان بإمكان الإنسان أن يحج متى شاء؟ إذن هذا أيضا يضيف، يقوي الدليل على أن عبادة الحج بأركانها وشعائرها صحيحة تماما التي يؤديها المسلمون اليوم. طيب أحبتي في الله، أنا لن أطيل عليكم، في سورة الكوثر هناك معجزات كثيرة جدا. أنا الحقيقة جئتكم بجانب بسيط من هذا الإعجاز، هناك أشياء كثيرة جدا جدا يمكن أن نعد عشرات الحقائق، ولكن أتوقع أن الإنسان الذي يعني من الله عليه بشيء من العقل ينبغي أن يقتنع أن هذه السورة على الرغم من قصرها فيها إعجاز يعجز عنه البشر، بل الإنس والجن، أن يأتوا بمثله. والقضية ليست قضية تركيب كلمات، كل الناس يركبون كلمات، ولكن إذا كنت تريد أن تتحدى القرآن أعطنا نظاما رقميا بديعا مثل الذي نراه الآن، وهذا جزء مما تم كشفه. كل يوم هناك إعجاز جديد أيها الأحبة في مجال منظومة القرآن الرقمية. لذلك أحبتي في الله، أنا نصيحتي لكل من في قلبه شك، كل من يشك بهذا القرآن، كل من يشك بهذا الإعجاز، أن يتأمل هذا الإعجاز الرقمي المبهر في القرآن ليطمئن قلبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.